أنا في الواقع أحس بالفخر والاعتزاز لهذه المبادرة، رغم تواضعها إلا أنها تحمل بين طياتها معاني عميقة جداً، وتم ترتيبها في مناسبة مهمة جداً وهو يوم الصحافة البحرينية، احتفاءً بهذه المناسبة، مناسبة يوم الصحافة البحرينية، اللي من خلاله احنا تمكننا بالتعاون مع فنانين بحرينيين بأن يرسموا لوحات لرواد الصحافة، من أسسوا الأسس الأولى للصحافة في البحرين، ووضعنا حد معين اللي هو نهاية 1979. هذول اللي بدأوا وضعت بعدين البقية اللي جوا أكملوا المسيرة. كثير منهم أنا شخصيا عاصرتهم، تقريبا كلهم عاصرتهم، كل ما عدا الزايد، ما عدا الزايد ولا الباقي تقريبا، أظن طالع أعتقد أن كلهم، حسن الجشي وغيره والمردي محمود المردي وكلهم سيار وكلهم عاصرناهم، فكلهم لهم دور كبير في وضع الأسس، وخلوا البحرين لها أسبقية في مجال الصحافة والإعلام الخليجي. ففي هذه الوقفة التقديرية هذه فقط لفتة ومناسبة لأن نعبر عن تقديرنا وشكرنا الصحافة البحرينية بشكل عام، شكرها وتقديرها لهؤلاء المؤسسين الآباء اللي وضعوا الأسس.